أهلا بك عزيزي المشاهد وأولى حلقات البرنامج الأسبوعي قضايا تربوية. في هذه الحلقات عزيزي المشاهد سنحاول أن نركز على بعض القضايا التربوية والقضايا التعليمية ومحاولة استضافة المختصين حول هذه القضايا وإدارة النقاش، لعل وعسى نصل بهذا النقاش إلى حلول ترضي الجميع ونصل إلى حلول تقضي على هذه الظواهر وهذه القضايا إن صح التعبير. في أولى حلقة من برنامج قضايا تربوية سنحاول أن نتحدث حول قضية هي قضية الدروس الخصوصية. سيدور النقاش حول هذا الموضوع وضيوفي وضيوفكم لهذه الحلقة. رحبوا معي بالدكتور منصور غلوم الوكيل المساعد للتنمية التربوية بوزارة التربية، حياك الله دكتور. أيضا معنا الدكتور عبد المحسن الخرافي عميد كلية التربية الأساسية، حياك الله دكتور. الله يحييك. الدكتور رشيد الحمد مدير المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج العربية، أهلا دكتور. يا هلا. وأيضا أخيرا الأستاذ عبد الله إسماعيل مدير ثانوية كيفان للمقررات، حياك الله دكتور. عزيزي المشاهد، سنحاول في هذه القضية أن نركز على بعض الجوانب المتعلقة أو كل تقريبا الجوانب المتعلقة بقضية الدروس الخصوصية. دكتور منصور، أنا رح أبدأ معك وبداية هذه الظاهرة إذا صح التعبير. أنت عندك بحث اسمه مسوي وناشرة في مجلة علمية أعتقد في لندن اسمه عالمية الدروس الخصوصية. دكتور، هذه الظاهرة، ظاهرة ونقصد بها ظاهرة الدروس الخصوصية، هل هي ظاهرة عالمية أم ظاهرة إقليمية أم ظاهرة محلية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على معلم الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشكلة الدروس الخصوصية حقيقة مشكلة دقيقة وحساسة في كثير من دول العالم، ومع ذلك فإن هذه المشكلة لم تلقى الاهتمام الكافي سواء في البحث والتمحيص أو من خلال المؤتمرات العالمية. مشكلة الدروس الخصوصية تؤثر على الطالب المدرس وصاحب القرار التربوي، وفي كثير من الأحيان أيضا على طرق تدريس المجالات العلمية. نعم، مثل ما تفضلت وذكرت، أنا عملت الحقيقة دراسة في سنة 1987. الهدف كان لنشر هذا البحث في مجلة محكمة اللي هي Educational Studies and Mathematics في بريطانيا، والحمد لله وفقت في نشر الموضوع. وجدت التالي، أن مشكلة الدروس الخصوصية الحقيقة توجد في كثير من دول الغربية إن لم يكن في كلها، إنها موجودة وعلى نطاق واسع في اليابان، وربما ناس يستغربون في الموضوع. قبل تفكك الاتحاد السوفيتي كتب واحد اسمه بونترياغين في 1980 تحت عنوان السوق السوداء للتعليم مع تضخم الأسعار، حيث قال إنها ظاهرة تآمرية لأساسيات الأخلاق في مجتمعنا، يصف الدروس الخصوصية بهذا التعبير، وقال إن المشكلة ليست بجديدة، لأن مشكلة فيها إشارات حقيقة حتى في الأدبيات القديمة في الكتب القرن التاسع عشر. وجدت في كتاب كاتبة واحد بريطاني اسمه هول تحت عنوان On the Principle of English University Education في 1837 يتكلم عن الدروس الخصوصية، ويقول إن معارضة الدروس الخصوصية والتي تحتاج إلى اهتمام خاص تأتي لأن الدروس الخصوصية تسبب الاتكالية للنخبة
وبالإضافة إلى التعليم المزيف، وهذا يتنافى مع التعليم العام. ماذا تقصد؟ ماذا يقصد بالتعليم المزيف؟ على أساس إن هذا ليس تعليم حقيقي، لأن التعليم لابد أن يكون وراء إدراك وفهم وتنمية، لكن من خلال الدروس الخصوصية مجرد إجازة امتحان وانتهى الموضوع. وأيضا قرأت في 1985 وبالذات في 26/4/1985 عندما كنت أعمل بحثي في جريدة تايم، وجريدة تايم اللندنية تصدر مجلة أسبوعية تربوية اسمها The Times Educational Supplement تحت عنوان نيك بيكر يبحث في سوق المليونية للدروس الخصوصية، وحيث ذكرت الجريدة تايمز أنه من الصعب جدا إن لم يكن مستحيل لتقدير عدد المدرسين الذين يعملون بشكل دائم في إعطاء الدروس الخصوصية في أوقات فراغهم. ولكنه لدى الجريدة معلومات يقول أن إحدى الوكالات العاملة في هذه المهمة في بريطانيا، والتي لديها 12,000 مدرس مسجل لإعطاء الدروس الخصوصية، هناك 5,000 مدرس منهم يعملون بشكل دائم. طبعا المشكلة في الشرق الأوسط والعالم الثالث مشكلة عويصة، وحقيقة بالذات منها في دول الخليج. في دول الخليج طبعا يشعل المرء في كل مكان، في البيت، في المدرسة، على الطالب، وفي كل مكان. في 66 الحقيقة أنا لما كنت مدرس لأول مرة في حياتي كنت أسمع أن مدرس طلبة يقولون أن يأخذون دروس خصوصي. في سنة 1976 طلب واحد مني صديق أن أدرس ولد أخته درس خصوصي. إذن مارست هذه مارست الدرس لأول مرة وآخر مرة. الحقيقة وجدت أن الطالب اللي أنا قاعد أدرسه ما يبي يتعلم رياضيات، إنما يتعلم مفاتيح على أساس بس يجر نفسه إلى حل المسألة وليس التعليم. فلذلك قلت توبة، لا يمكن أدرس. بناء عليه فعلا حتى في الولايات المتحدة الأمريكية عندما ذهبت لأول مرة وكنا ندرس اللغة الإنجليزية كان لدينا مدرس وعرض علينا أن يدرسنا دروس خصوصي، وكان يقيم معنا الحقيقة دائما يتكلم معنا عشان نتعلم اللغة الإنجليزية كدروس خصوصية. نعم. إذن دكتور، قضية الدروس الخصوصية هي قضية عالمية وليست قضية إقليمية أو محلية. نعم. حضرتك تكلمت يمكن بنبذة تاريخية معينة عن دروس الخصوصية، ولكن ودي أنتقل بالسؤال إلى دكتور رشيد الحمد. دكتور، عشان نبدأ ندخل صح في حول هذه القضية ودنا نأخذ تعريف معين عن معنى الدروس الخصوصية. ما هو الدرس الخصوصي؟ هذه نقطة. النقطة الثانية اللي ودنا نتكلم فيها هي مشروعية الدرس الخصوصي. واضح أن الدرس الخصوصي هو الدرس الذي يعطى خارج نطاق المدرسة وبواسطة شخص واحد، يعني مدرس وطالب أو مدرس وعدد محدود جدا من الطلبة، هذه هي. وبمقابل يعني إحنا الظاهرة اللي الآن نتكلم عنها ليست هي أن أي واحد يدرس واحد ثاني نقدر نعتبره أو هو النطاق اللي قاعدين نتكلم فيه أبداً. يمكن أنا ساعد ولدي ما أقدر أعتبره الدرس الخصوصي اللي إحنا قاعدين نتكلم عنه. نعم. الكلام اللي تفضل فيه دكتور منصور قبل قليل لما أعطى درس خصوصي يمكن هو تلمس الهدف من وراء هذا المطلوب اللي هو يعتبر فعلاً نموذج لدرس خصوصي اللي إحنا قاعدين نتكلم عنه حالياً. نعم. فهو عبارة عن درس يعطى لطالب بواسطة مدرس، وهذا المدرس هو مستفيد، مستفيد ماديا أقصد، وليس مستفيد أنه درس أو أعطى هذا الطالب. هذا الحقيقة الكلام اللي نتكلم عنه، أنه هناك دروس تعطى بواسطة مدرسين أو بواسطة أولياء أمور، بواسطة أفراد إلى أفراد، ما أقدر أخليها في ضمن هذه المجموعة اللي نتكلم عنها الآن. لما نجي إلى مشروعية الدروس الخصوصية، لا مشروعية لها أبدا في ظل وجود قرارات ولوائح تمنع هذه الدروس. في الكويت عندنا وفي الدول الأخرى هناك قرارات تمنع إعطاء دروس خصوصية وتنص عليها وتعاقب المدرس، وسمعنا في أكثر من حالة أن هناك مدرسين انهيت خدماتهم لأنهم أعطوا دروس خصوصية بمقابل لبعض الطلاب. هو الحقيقة المقصود في هذا الموضوع أن المدرس مستفيد ماديا. حين المدرس تكون أمامه هذه الفائدة أو هذه المصلحة، من الممكن أن يسلك يعني أساليب أو طرق قد لا تكون مشروعة حتى يصل إلى مثل هذا الهدف. وهذا مثلا دكتور؟ نعم.
يعني مثلا هل الإيحاء للطالب مثلا أنه يستطيع أن يبرز موضوع معين ويكون نعم. محل أسئلة مثلا؟ ممكن، يعني ممكن يكون هذا المدرس هو اللي درس الطالب في الفصل نعم. نفسه، فلذلك يستعين فيه الطالب ليدرسه، في نفس الوقت هو غطاء لأن المدرس ممكن يسرب له أفكار عن امتحان، شيء من هذا القبيل. نحن الحقيقة لا نتهم الجميع، لا طبعا متهم، ولكن يعني هذه أمور موجودة نعم. وقد لا تكون ظاهرة، لكن هي في الجو العام لقضية الدروس الخصوصية تكون موجودة دائما نعم. لو جيت أنا أقول يعني كمشروعية، هو في بعض البلدان الحقيقة أعطتها نوع من المشروعية، حيث أنها خلت يعني شافتها داء استشرة ولا ممكن الحقيقة أن يقضى عليه ولا يمكن الفكاك منه، وهذا حالة موجودة حاليا يعني. لذلك بعض الدول يمكن مصر من بينها وضعت نوع من التشريعات أن تعطي للمدرسة الحرية في أنها تتعامل مع مدرسينها كمدرسين خصوصيين، ولكن يجب أن يستأذن الإدارة ويجب أن يعرفوا من هو الطالب اللي يأخذ عنده حتى يمكن تنظيم هذه العملية. يعني أصبحت عملية مقننة، يعني وصلت إلى هذه الدرجة، لأن داء استشرى وشيء ما ممكن الفكاك منه بصراحة، يجب مجابهته بطرق أو بأخرى، ومن الممكن في هذه الحلقة الزملاء يتناولون مثل هذا الجانب. نعم دكتور عبد المحسن الخرافي، الحقيقة يعني هي نبدأ كمداخل الموضوع، من هو الطالب الذي يحتاج إلى درس خصوصي؟ هل الطالب المجتهد؟ هل الطالب الجيد؟ هل الطالب الكسول؟ من يحتاج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تسمح لي أخ ساير في البداية أن أشكرك وأشكر إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي ووزارة التربية على استضافتنا في هذا البرنامج الجيد واختيار هذا الموضوع الحساس. من الطالب الذي يحتاج الدروس الخصوصية؟ في الغالب الطالب الذي يكون استيعابه في الدرس غير طبيعي وأقل من المطلوب، لكن الأسباب تختلف. هناك الطالب الذي قدراته محدودة في الاستيعاب، وهذا من باب الفروق الفردية، هناك طلبة متميزين ومتفوقين وطلبة متوسطين وطلبة أقل من المتوسط، وعادة احنا نشوف أن التوزيع الطبيعي هو الذي يكون غالبا موجود، قلة متفوقة وقلة ضعيفة، والمتوسط هو الكثرة. قد يكون السبب الثاني هو الرفاه الذي يشهده المجتمع الكويتي بشكل خاص وكذلك سائر المجتمعات الخليجية، فالرفاه يولد بعض التواكل من قبل الطالب. وهناك أسباب متعددة في تسبيب عدم الاستيعاب، مثلا بعض المشاكل النفسية، بعض المشاكل الاجتماعية، هناك أسباب كثيرة، لكن أنا بديت في رأيي بأهم شريحتين وأهم سببين، أما أن يكون سبب ذاتي طبيعي قلة استيعاب الطالب، أو مشكلة الرفاه اللي يعيشها وبالتالي اللامبالاة التي يعيشها، ثم الأسباب الأخرى وهي المشاكل الاجتماعية والنفسية إلى آخره. لكن قد يكون السبب في الحاجة للدروس الخصوصية ليس قلة الاستيعاب، تجد بعض الطلبة الجيدين والمتفوقين بحرص إضافي من أولياء أمورهم يطلبون لهم المدرسين وأفضل المدرسين، خصوصا إذا ما كانت الحالة المادية لولي الأمر جيدة ومناسبة. وأنا أعرف بعض العائلات الكويتية، وهذا أنا أعتقد جانب إيجابي من الرفاه الموجود، حتى لا نتهم الرفاه فقط بالجانب السلبي وإن كان هو الأغلب، لكن على الأقل هناك بعض النماذج التي استغلت هذا الرفاه لتعليم أبنائها منذ المرحلة الابتدائية. وأنا أعرف بعض أولياء الأمور الذين سمحت لهم الظروف المادية لتدريس أبنائهم منذ الابتدائي إلى الثانوي. طبعا هذا لا إيجابيات بالمقابل لا سلبيات كبيرة. فتجد أحيانا الحرص من قبل أولياء الأمور يشكل سببا، وأحيانا ولي الأمر يختار فقط مدرس واحد لمادة واحدة ولمرحلة زمنية معينة. نعم. وأنا هذا اللي أراه الآن من المناسب، يعني المراحل الابتدائية هي التي قد أقبل أنا شخصيا، ولما أقول الابتدائية ما أقصد المرحلة الابتدائية، أقصد المراحل الأولى من كل مرحلة اللي فيها نقلة، أولى ابتدائي أولى متوسط أولى ثانوي، أحيانا تجد أن الولد
أو البنت أو التلميذ أو التلميذة يشهد بعض التغير من حوله نظرا لتغير البيئة المدرسية من الابتدائي المتوسط، كاختلاف شرائح السن، كاختلاف الدروس، كاختلاف طبيعة البيئة المدرسية الموجودة إلى آخره. الأمر الذي قد يولد لديه يعني أسباب شاغلة عن الانتباه والاستيعاب. وإذن أنا ألخص بأن الطالب الذي يحتاج الدروس الخصوصية هو الطالب الذي يكون استيعابه غير طبيعي في الغالب، والذي نحتاج أن نركز عليه في فترة محدودة، ويستحسن أنه بعد هذه الفترة التي تجاوزها يقف على رجلينا ويعتمد على نفسه ويكمل المشوار لوحده. شكرا دكتور. انتقل إلى الأستاذ عبدالله إسماعيل. أستاذ عبدالله، طبعا المدرس له دور مهم جدا في عملية الابتعاد أو الحقيقة الاتجاه إلى الدروس الخصوصية. برأيك كمدير مدرسة، ما هو دور المدرس في اتجاه الطلبة إلى إعطاء الدروس الخصوصية كأحد الأسباب؟ نعم، لا شك الحقيقة مثل ما قالوا الأخوان، يعني الدروس الخصوصية لها أهداف عشان تصل لغاية معينة الحقيقة. إذا كانت النية سليمة في البداية، يعني مجرد مساعدة الطالب لأن مثلا قد يكون بطيء تعلم، أو قد يكون عدد الطلاب في الصف فوق 30 أو 40 طالب، ظروف كثيرة تحكم في الطالب تمنع من الاستيعاب. إذا كانت طبعا هي مساعدة ومبادرة مدرس هذا شيء طيب، لكن حاليا الحقيقة اللي قاعد يحصل مو هذا الأسلوب. يمكن إحنا ناخذها مرحلتين، وهذه خطورة الموضوع الحقيقة. يمكن في المراحل المتوسطة أو قصدي المرحلة المتوسطة والثانوية، في المرحلة المتوسطة وهذه حقيقة العملية مستشرية بشكل خطير، والأخطر منها إن نفس المدرسين اللي درسون الطلبة الفصول هم اللي يروحون بيوتهم. وهذه فيها إيحاء ذو لثلاث أطراف في العملية هذه، في إيحاء لولي الأمر وإيحاء للطالب وإيحاء للمدرس. ولي الأمر هني طبعا هو عرف اللعبة تقريبا، وعرف أن زيارة المدرس البيت مو هدف المساعدة الإنسانية إنما هدفها شيء آخر. الطالب هني مع الأسف أمن الرسوب، قال مدام أستاذ يدرسني في البيت في المدرسة يدرسني في البيت معناها أنا خلاص مضمون الدرجة، خاصة إذا عرفنا المرحلة المتوسطة ما فيها كنترول ولا فيها أرقام سرية ولا وغالبا الامتحانات يكون تصحيحها مشاع، وهني مكمل خطورة. والمدرس كذلك طبعا إذا كان في شيء من الصحة أستاذ عبد الله. نعم. الأمر هذا في شيء من الصحة يعني. نعم مع الأسف حقيقة. ولو استقصيت أنت الموضوع تجده مستشري بشكل كبير في المرحلة المتوسطة. في الثانوي الوضع يختلف شوية، يطور ممكن اللي قصده غير شريف يطور أسلوبه أو يطور أساليبه بحيث تكون غير مباشرة، خاصة يمكن في مدارس نظام المقررات الآن اللي تشهد يعني حرية كاملة للمدرس في التقييم وفي وضع الدرجات وكذا، وهذه ظاهرة خطيرة. ومع الأسف يعني يمكن أنا ما ألوم المدرس كثر ما ألوم ولي الأمر اللي قاعد نشعر إحنا فيه في المدارس حالياً، إن ولي الأمر هو العامل الضغط على المدرسين. يجون المدرسة وحين يتصلون على أساس يأخذ اسم مدرس أو يلقط اسم مدرس حتى يعطي ابنه درس خصوصي، وهو عارف إن القضية مثل ما قال الأخوان مو قضية رفع مستوى أو تأسيس قاعدة علمية معينة، إنما هي لكي يمر أو يجتاز هذا المقرر وهذا المادة بنجاح. وهذه حقيقة تكمن وهذا مكمن خطورة في هذا الموضوع. إذا دكتور يمكن عندك تعليق معين على كلام الأخوان؟ لذكر بعض الأسباب الأخوان الحقيقة من خلال دراستي. يمكن كان هذا سؤالي القادم لك. اكتشفت إن لأن كنت أوجه سؤال للطلبة، وعلى فكرة كان عددهم 934 طالب اللي عملت عليهم الدراسة. بنت وولد. الأسباب اللي تخليهم إنه يأخذون دروس خصوصي ذكروا لي الآتي: الرغبة في فهم أحسن للمادة، بغية الحصول على درجات أحسن. هذا السبب الأول الأكثر سبب اللي يتردد بالنسبة ل 934 طالب. الشك يقول في معلومات اللي تعطيت للطالب من المدرس في المدرسة. يعني الطالب يشك في المعلومات اللي أعطيت له في المدرسة ويعتقد أن المدرس الخصوصي راح يعطيه. إذن هناك عدم ثقة في المدرس العامل وفي ثقة معينة في المدرس الخصوصي. عدم فهم لبعض أجزاء المنهج في كثير منهم قالوا. الرغبة أن يدرسني مدرس أحسن من مدرسيني في الفصل، يعني يعتقد أيضا مرة أخرى أن مدرسين اللي برا أحسن من المدرسين اللي عنده. الرغبة في التعويض عن الرسوب في الأجزاء اللي رسبت فيها، معنى أن لمن يأخذ
امتحانات يرسم في جزء معين تصير عنده نوع من فكرة إن تعال أنا خلينا أخذ درس خصوصي عشان أحوض عن الجزء اللي نسبت فيه. في بعضهم قال إن قال الأستاذ إن الدروس الخصوصية ضرورية، وهاي فعلا مشكلة من المشاكل الأساسية إذا المدرس يقول للطالب إن درس الخصوصي ضروري، ومع الأسف إن عدد كبير منهم قالوا هالكلام هذا. بعضهم قالوا بسبب الغياب المتكرر أنا أخذ دروس خصوصي، لأن ظروف البيت غير مهيئة للدراسة، لذلك أخذ درس خصوصي وأعوض المكان لأن مكاني غير مناسب. بسبب الضغط من الوالدين، 7% من الطلاب قالوا إن ضغط الوالدين هم اللي يضغطون علينا عشان نأخذ درس خصوصي، لأن الأخير قالوا لأن بعض أصدقاء يأخذون درس خصوصي فلذلك حشك مع الناس عيد. نعم. يأخذون درس خصوصي. إذن عملية دكتور عملية مضاهاة اجتماعية مثلا نعتبرها في نعم. 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 دكتور أنا الحقيقة بدي يمكن دكتور عبد المحسن الخرافي لو تسمح لي دكتور رشيد، هو يمكن حضرتك عميد كلية التربية الأساسية، وبالتالي يمكن أغلب المدرسين الآن الموجودين والله الحمد من الكويتيين هم يمكن خريجين كلية التربية في الجامعة وكلية التربية الأساسية. لاحظ من كلام الدكتور أن من الاستقصاء اللي عمله أن في نوع من عدم الثقة، عدم الثقة من الطالب ومن ولي أمر الطالب إلى المدرس. خصوصا إذا عرفنا أن يمكن وهذه معلومة أن أغلب اللي يعطون أو الكل إذا نستثني أو نادرا ما يكون الكويتي هو اللي يعطي المدرس الكويتي هو اللي يعطي الدروس الخصوصية. هني أنتم ككلية التربية الأساسية حقيقة أنا ودي أسأل دوركم في تهيئة المدرس للعمل بكفاءة عالية. أنا إذا تسمح لي بعد إذنك قبل إجابة هذا السؤال تعليق بسيط وإضافة للأسباب التي تفضل فيها الدكتور منصور لتسبيب هذه الظاهرة. أنا بشكر الدكتور منصور على هذه الدراسة القيمة الجيدة، وإن كنت لاحظت أن هذه الأسئلة كانت كلها موجهة للطالب. والآن على هامش سؤالك عن دور كلية إعداد المعلم سواء كلية التربية في جامعة الكويت أو كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ينبغي أن نسأل المدرسين أو ينبغي أن نحلل الأسباب المتعلقة بالمدرسين كذلك. أنا أعتقد ضعف الأداء، يمكن هذا مدخل إلى دور إعداد دور كليات إعداد المعلم، ضعف أداء المدرس قد يكون هو السبب، وعبر عنها يمكن الدكتور منصوب بشكل أو بآخر لما قال عدم فهم بعض أجزاء. عدم الفهم يعني بالمقابل أن هناك ضعف في الأداء أو أسباب معينة متعلقة في المعلم نفسه التي سببت عدم الفهم. وهكذا أحيانا يكون بعض التعمد من قبل بعض المدرسين خصوصا اللي هم معنيين في الدراسات الخاصة أو الدروس الخصوصية، ومع كامل احترامي وتقديري للأخوة الوافدين مثل ما تفضلت في سؤالك نادر أن المدرسين الكويتيين يقدمون دروس خصوصية، البعض بصراحة وهذا ليس من باب التجني إلا أنه واقع وسمعنا في إذننا يعني أنه أحيانا يكون في بعض التعمد خصوصا من بعض الطلبة المقتدرين واللي عليهم مظاهر الثراء والغنى وكذا، ومثل ما تفضل بأنور أستاذ عبد الله بأن يكون في نوع من التقرب للطالب خصوصا في المرحلة الثانوية، وبالتالي يكون المدرس أهو سبب. والعبارة اللي كنا نسمعها أن إحنا نعيش أو نترزق الله على بعض الطلبة الذين لا يكون استيعابهم كامل إلى آخره. أقول بالنسبة لدورنا ما هو الواجب من قبل كليات إعداد المعلم؟ طبعا إحنا بتعريف بسيط دورنا يكون في الأربع سنوات في الغالب التي تسبق العمل، وبالتالي خلال إعداد المعلم أنا أعتقد أن غرس الإخلاص في العمل واجب من واجبات كليات إعداد المعلم. تنمية المهارة التدريسية الجيدة واجب رئيسي، من أجله استحدثت مقررات كاملة على رأسها مقررات طرق التدريس ومقررات التربية العملية والتي أصبحت الآن مقررا واحدا يعادل 9 وحدات زائد وحدتين
بما مجموعة 11 وحدة والتي تكاد تقابل 4 مقررات عادية في الوضع الطبيعي وبالتالي تأخذ فصل كامل. تثقيف المعلم أو الطالب المعلم بخصائص النمو والخصائص النفسية المتعلقة لهذه المرحلة، إن كانت مرحلة ابتدائي أو مرحلة متوسط أو مرحلة ثانوي، وبالتالي لا يقتصر إعداده على الجانب التربوي أو التخصصي بل حتى على الجانب النفسي والجانب المهني، وبالتالي يكون هناك تكامل بين الأبعاد الرئيسية الثلاثة التي تكون صحيفة التخرج وتشكل صحيفة التخرج والتي تبلغ عندنا في كلية التربية الأساسية 130 وحدة. البعد الأول هو البعد الثقافي العام، والبعد الثاني هو البعد التخصصي في المادة التي سيدرسها، وإن كان بناء على رغبة وزارة التربية طبعا مدرس المجموعة يكون التخصص الرئيسي والمساند، وأخيرا الجانب المهني والذي يشتمل على مواد التربية وعلم النفس بسائر فروعها. فإذا الدور بصراحة يعني قاعدين نقوم فيه بشكل طبيعي. طبعا بلا شك احنا لو لا نملك الأداء بالنسبة للأخوة الوافدين، كل الأخوة الوافدين والذين تفضلت بأنهم هم الوحيدون يكاد يكونون الوحيدين اللي يقومون بدروس الخصوصية. إذن يمكن احنا بشكل غير مباشر شريحة المدرسين الكويتيين والكويتيات يمكن إعدادنا الجيد لهم هو الذي يحد بالمقابل من حاجة الطلبة في مدارسنا. لكن بصراحة 13,000 وافد لما يأتون بعد التحرير، ولا أعلم الأرقام، يمكن دكتور منصور هو في الوزارة الآن يعلم أكثر مني، بلا شك العدد يعني كبير لا نتحكم فيه. هذا لا يعني، ويجب أن أقول قبل إنهاء إجابتي، المس في كفاءة وجودة إخواننا الوافدين. نحن نشهد لهم بالكفاءة، ونحن كلنا على هذه الطاولة أنا أعتقد ونعترف بأننا منذ رياض الأطفال كان إعدادنا إلى اليوم داخل في مجهود هؤلاء الأخوة والأخوات، إلا أن مع الأسف إحنا نتكلم فقط عن النماذج السلبية وليس الأغلب وهي النماذج الإيجابية. دكتور إحنا طبعا نقدر دورهم لا شك، لكن إحنا نتكلم عن حقائق الحقيقة، نتكلم عن قضية يجب أن نتكلم عنها ونتحدث ونتناقش بتجرد. بالضبط. دكتور رشيد الحمد، الحقيقة يمكن السؤال للدكتور الخرافي كان إلى موضوع عدم الثقة في المدرس، فيمكن إحنا خذينا موضوع الحلول ونحن نتحدث في موضوع الأسباب. أنا برد إلى طريقة المناهج دكتور رشيد. هل طريقة المناهج الآن المطبقة في الكويت حاليا طويلة مثلا، طول اليوم الدراسي له دور في موضوع اللجوء إلى الدروس الخصوصية؟ حول هذه النقطة، علاقة المناهج وطرق المناهج بالدروس الخصوصية، نتحدث حول هذه الجزئية. هو لا شك أن المناهج يعني أحد الأجزاء التي تتعلق ب هذه الظاهرة، سواء من ناحية طبعا حسن إعداد هذا المنهج ومن ناحية تنفيذه. احنا انا اعتقد وقناعتي الحقيقة قناعة تامة في هذا المجال انه من الممكن ان تضع المنهج المناسب، ولكن حين تأتي للتطبيق هو هنا الحقيقة مربط الفرس كما يقال، ويعني اسلوب التدريس واسلوب التقويم. احنا ظاهرة الدروس الخصوصية انا يمكن ارجعها للسببين اكثر من اي شيء ثاني، اللي هي قضية اساليب التدريس وقضية التقويم. قضية التقويم طبعا اسلوب التدريس، من يمارس هذا الاسلوب هو المدرس، يعني المدرس لا شك عليه عبء كبير. المنهج اللي تضعه وبالاخص خلينا نقول الكتاب المدرسي وما يعني يسانده من اشياء اخرى كتقنيات وغيرها، هذه إذا لم يكن هناك مدرس يترجمها ويترجم مفاهيم هذا المنهج بشكل جيد في الصف، لا يمكن في الحقيقة للطالب أن مهما كان المنهج جيد وممتاز، المنفذ هو على الاعتماد الكلي في هذه الحالة. فلذلك أسلوب التدريس يجب أن يلاحظ ويجب أن يتابع
وأسلوب التقويم أيضا أو الامتحانات كذلك. يعني أسلوب الامتحانات إحنا الآن يمكن معظم الطلاب الذين يلجؤون للدروس الخصوصية وكنت تكلم الإخوان عن بعضهم يمكن معظمهم في الثانوية العامة في رابع ثانوي قد يكونون هناك طبعا في الثالث والرابع وغيره لكن في رابع ثانوي ليش الحقيقة يلجأ؟ لأنه يلجأ عشان يحصل مثلا على النسبة المئوية وهذه يعني أيضا في سبب إحنا يمكن ما تطرقنا الآن نسبة القبول في الجامعة قضية نسب القبول أيضا وطريقة نسب القبول والقبول بشكل عام يجب أن يعاد النظر فيه لأن إذا أنا وضعت هذه النسب وأردت من الطالب أن يصل إلى هذه النسبة خلينا نحدد دكتور يعني ارتفاع النسب قصدك هو قد تكون الجامعة يعني ارتفاع النسب وغيرها طبعا لها يعني لها أسلوب خاص وطريقة خاصة وسبب خاص لوضعها بهذا الشكل عند يعني إدارة الجامعة لا شك لكن أنا أقول يجب أن تدرس لأن أنا لما أضع مثل هذه النسبة إذا أنا أطلب من هذا الطالب أن يصل إلى هذه النسبة بنفس الوقت أربطها بعطاء المدرس في الفصل إذا كان عطاء المدرس لا يمكن أن يصل أن يعطيها النسبة فيضطر الطالب أن يلجأ إلى مدرس خصوصي في هذه الحالة يعني أنا هني يعني قد أعطي العذر لبعض الطلاب يعني في طلاب مثل ما قلنا العاديين المهملين اللي يقول لك أنا أعتمد على المدرس الخصوصي والناس اللي عندهم رفاه وولي الأمر المقلد وغيره من هذه الأشياء يمكن ما أتكلم عن هذه الفئة ولكن قد أتكلم عن الولد اللي فعلا يعني أبوه بحاجة إلى أن يصل إلى الجامعة وبنفس الوقت هو مو قادر عن طريق المدرس اللي موجود أو عن طريق كثافة الطلاب في الفصل مثلا أنه يصل أو عن طريق أسلوب الامتحان أنه يصل إلى مثل هذه النسبة اضطر في هذه الحالة أنه يلجأ إلى المدرس الخصوصي حتى يوصل إلى هذه النسبة لذلك إحنا في يعني هو هي عن مشكلة معقدة وتدخل فيها يعني عناصر كثيرة يعني كثافة الفصول مثلا المنهج اللي تفضلت وتكلمت عنه أسلوب التدريس أسلوب التقويم أو سياسة القبول في الجامعة أو في المعاهد التطبيقية كل هذه عوامل في الحقيقة من الممكن أن تؤدي إلى لجوء الطالب إلى المدرس إلى الدرس الخصوصي نعم أستاذ عبد الله تقريبا نفس السؤال وأنا يمكن راح أزيد في نقطة هو هل النظام المقررات الآن المطبق ويمكن أنت مدير أحد المدارس في هذا الخصوص هل نظام المقررات يقلل من نسبة الدروس الخصوصية؟ صح شكرا هو حقيقة تعقيد على كلام دكتور أبو حمد نعم. احنا عندنا ثلاث مراحل اللي نلاحظه الآتي المرحلة الابتدائية وهذا حقيقة يمكن شيء يتعلق بطرق التدريس تستغرب انت لما تودي ولدك حق مرحلة ابتدائية ويكون عبارة عن صفحة بيضاء ناصع ما فيه أي لخبطة أو شخبطة ويفاجأ الأمر بعد مرور شهر شهرين المدرس يقول له ولدك ضعيف شلون ضعيف ما جربته عشان يكون ضعيف مو ضعيف وهذا بالفعل يعطينا مؤشر خطير ان طرق التدريس القائمه في المرحله الابتدائيه فيها خلل يعني لعل ابسط ما فيه انه ما تراعي الفروق الفرديه بين الطلاب خاصه في بطيء التعلم او سريع التعلم وهذه بالفعل يعطي الولي الامر انه بسرعه يدق له جرس انذار الحق ولدك وحط له مدرس من اولى ابتدائي في المرحله المتوسطه ملاحظين حقيقه المناهج جدا معقده تعتمد على الكم في المعلومات وخذ على سبيل المثال أبسط شيء اللي هو الاجتماعيات يعطون الطالب كم من المعلومات لازم يحفظ أمور كثيرة ما منها طائل وهذا بالفعل يزيد عبء في المرحلة الثانوية اللي أنا أساساً أشتغل فيها بالفعل بحكم المراهقة نجد عند أبنائنا سمة الإهمال والتكاسل وعدم بذل مجهود وهذه الحقيقة إحنا نلاحظ في أبنائنا لذلك بالفعل تلقى الولد في أولى وثانية يتعثر لكن ثلاثة رابعة يروح الجامعة يمكن يأخذ أعلى الدرجات بسبب المرحلة العمرية اللي مر فيها سؤالك حقيقة جيد نظام المقررات إحنا أول ما بدينا في نظام المقررات استبشرنا خير وقلنا بالفعل هذا هو النظام الذي سيقضي على الدروس الخصوصية حقيقة لأن النظام هذا أساسا يقوم على فلسفة ومراعاة الميول والفروق الفردية بين الطلاب ويعطي كل طالب الكم اللي يناسبه من المواد الدراسية معناته وحدات وكذا الآخرين بالفعل في أول الأمر كنا بالفعل يعني نتائج جدا طيبة ما في شيء اسمه درس خصوصي لأن الولد يحصل درجات خلال أعمال فصل جيدة وامتحان نهاية فصل ما عاد لذاك الهيبة والأهمية لأنه شكل 40% من الدرجة لكن مع الأسف ومع الأسف أقولها بعد مرور الوقت أصبح نظام مقررات هو البؤر اللي تفقس إذا صح التعبير درس خصوصي بسبب ضمائر ضعيفة الحقيقة لأن مثل ما قلنا في بداية النظام كان كل شيء يفيد المدرس
المئة درجة موجودة في المدرس، المدرس هو المسؤول عن شعبته، يضع امتحان يناسب طلابه، يضع النتيجة الوحدة مثل نظام الجامعة. نعم. فوجئنا بعد مدة أن العملية فرطت وأصبح الطلبة يتكالبون على مدرسين معينين في الجداول، وثانيين أصبحوا حتى ولو مؤاخذة في التعبير يتحاططون إذا ما عندهم فلوس 10-15 طالب يجمعوا مبلغ معين ويروحون حق المدرس يبتزونه بهذا الشيء. يمكن نظام من سلبيات النظام اللي شجعت على الدروس الخصوصية هي المعدل التراكمي اللي يحسب فصل بعد فصل. هذا خلى الطالب همه الوحيد رفع المعدل حتى يدش الجامعة أو يكمل تعليمه ويسلك ليحقق هذا الهدف غايات كثيرة، ومن ضمنها اللي هو شراء الذمم أو الضغط على المدرس وهو مع ولي أمره كذا الآخرين. بالفعل يعني يمكن الوزارة تداركت هذا الأمر، بدأت تضع امتحانات موحدة شبه موحدة، وفي الآن بحث أسلوب الامتحانات المركزية حتى نقضي على هذا الشيء. بالفعل هو بدأ كحل مثالي للدروس الخصوصية للقضاء عليها، لكن انتهى أنه يكون مرتع لها مع الأسف. نعم. دكتور منصور، هل تعتقد أن طول اليوم الدراسي أو جلوس الطالب في الأمام أو الخلف، يعني في أمور يمكن ما لها دور هي تأتي هكذا، هل تعتقد أن لها دور في عملية الأخذ الدروس الخصوصية؟ ما أتصور أن مسألة طول اليوم الدراسي أو موقع الطالب من الصف لا يعني أي أثر في دفع الطالب إلى، هو يؤدي إلى عدم التركيز وبالتالي عدم استيعاب ما يشرح وبالتالي الحاجة. إذا كان الطالب فعلا مهتم، وأنا الحقيقة تم يعني أكثر من حالة مراجعتي فيها أن أولي الأمر المهتم في ابنه، فعلا إذا وجد أن عنده نوع من المرض فرضا نظر أو أي شيء آخر سمع، نشوف أن في عندنا خدمة نفسية والاجتماعية في كل مدارس يعالجون الموضوع ويضعون الطالب في المكان المناسب إذا أي شيء من النوع هذا كان واضح مع الطالب. لكن حتى الآن الحقيقة حتى في الدراسة اللي عملناها ما في أمراض صحية اللي أدت إلى دروس الخصوصية. نعم. إذن هل هناك أسباب أخرى أحد يود أن يتطرق لها قبل أن ننتقل إلى نقطة أخرى وهي السلبيات والإيجابيات لعملية الدروس الخصوصية؟ والله أنا أعتقد ماذا، يمكن هي الأخوان أشاروا لها قضية أن مجتمع مرفه، وإحنا الآن قاعد نلقى التخدين في كل جانب، وأعتقد أن بعض الناس ينظرون حق القضية كخدمة إضافية. ويمكن إذا سمحت لي الآن برزت خدمة أخرى غير الدروس الخصوصية وهي خدمة المكاتب اللي تقدم وتقوم بعمل البحوث، وهذه أخطر وأخطر. وهي حقيقة يمكن ما أدري هل هو موضوع ندوتنا ولا لا، لكن هذه الآن بدنا نشعر فيها. يعني عمل بحوث بمقابل مادي معين، فالطالب الآن يعني درس خصوصي وبحث جاهز وكذا، وهذه نواحي سلبية الحقيقة. تفضل. الحقيقة أنا بعلق على نقطة الأخ بانور اللي قالها الحين، قضية أيضا البحوث لونها أعتقد ممكن تمس جانب من هذا الموضوع، هو يرجع إلى أسلوب أيضا التدريس. أنت ماذا تطلب من الطالب بهذا البحث؟ يعني تقول له تسوي لي بحث، طيب هو يجيب لك شيء مكتوب وأنت تقرأه وتحط عليه تصححه وانتهى الموضوع. أنا أعتقد هذا الأسلوب غير صحيح. جرب يعني جرب لسنوات كثيرة الآن قضية هذه البحوث، ولا زلنا نصر على نفس الأسلوب. صحيح. وندري ونعلم أن في مكاتب هي تعطي البحوث للطلاب، ومع ذلك نستقبل هذه البحوث ونصححها ونعطي الدرجة للطالب. أنا أعتقد أن إذن الأسلوب فيه خلل في هذه الحالة. ليش أنا ألجأ إلى هذا الأسلوب أن الطالب يقدم لي أوراق يعني مزركشة مطبوعة ومكتوبة؟ ليه؟ ممكن أنا آخر يعني أشوف لي أسلوب آخر عشان أقيم مثل هذه البحوث. إذا انتفى وكذلك أسلوب عفواً أسلوب التدريس. أنا أعتقد يجب إعادة النظر فيه ويجب دراسته من جديد، علشان حقيقة ممكن نشوف وين مواطن الخلل اللي تؤدي فينا إلى داعي إلى الدروس الخصوصية وغيرها من الأشياء. دكتور اسمح لي أيضاً في معرض سؤالك عن أسباب أخرى. يمكن إحنا ركزنا الآن على الطالب وعلى الأستاذ، وأنا أعتقد المثلث له رأس ثالث وهو ولي الأمر. أنا أعتقد ولي الأمر أيضا له دور في المشكلة، إما لإفراط حرصه، للفرط في حرصه، أو للإفراط في عدم ثقته. وأنا أعتقد عدم ثقة الطالب ما هي نابعة فقط منه، بل هي من ولي أمره. فأحيانا أولياء الأمور لا يقدرون التقدير السليم لمدى الحاجة. 2، ما يؤدون دورهم
الدور السليم، وهو يختصر الموضوع عند التزام يومي بالديوانيات، عنده أو عندها التزام يومي في واجبات اجتماعية معينة وهكذا، أو ما عندهم الوقت الكافي، خلنا نفترض لأسباب قاهرة، ما نقايل الأسباب يعني غير قاهرة، فنجد أن لما ما يقوموا بدوره الدور السليم عشان يرضي ضميره وما يقول بكرة أنا مقصر في حق أبنائي فأحط لهم دروس خصوصية، وما حاول أن يساعدهم في أول شهر شهرين. وأنا عندي حالة إيجابية جدا، يعني عندي أحد الأخوات الموظفات في الكلية أخذت إجازة أمومة لأن أبنائها في بداية المراحل الأولى ابتدائي ولا متوسط وكذا، بعد أول شهرين وقالت لي عن تجربتها الناجحة، ركزت عليهم التركيز الكامل وقفوا على ريولهم، ثم قطعت إجازة الأمومة قبل انتهاء بثلاث أربعة أشهر، لأن قالت خلاص المبرر الرئيسي هو مساعدة أبنائي إنهم يمشون صح، ولا فكرت إنها يوم الأيام تجيب مدرسين خصوصيين، عرفت وين المشكلة وركزت عليها شخصيا. فأنا أدعو فعلا كل أولياء الأمور أن يكونون مثل هذه النماذج الجيدة ويحاولون، اللي حاول كثر خيره، لكن اللي مو قايم دوره خلي يجرب، خلي يتيح لنفسه فرصة. ترى أبنائنا، وأنا آسف على الاستطراد بس هاي نقطة مهمة في صلب الموضوع، وهي أن أبناء عندهم قدرات كامنة لو استثرناها واعطيناهم الثقة وشجعناهم وأزلنا منهم الرهبة والخوف، أو تلمسنا بعض المشكلات اللي داخل الصف أو مع المدرس وهم ما يدرون أن هذه هي السبب الحقيقي، وساعدناهم في القضاء عليها بالتعاون مع الإدارة المدرسية، لا أنا أعتقد خطينا خطوة كبيرة في معرفة السبب وبالتالي اقتراح الحل. دكتور منصور غلوم، احنا تكلمنا يمكن عن الأسباب، ولكن هذه الدروس الخصوصية يعني يمكن احنا وضعناها في قفص الاتهام، أليست لها إيجابيات؟ إيجابيات الحقيقة إذا كان في إيجابية، في إيجابية وحيدة فقط بالنسبة للطالب اللي الأخوان ذكروا إن الطالب الضعيف اللي ممكن استيعابه أقل لأسباب مختلفة، هذا فقط إن ممكن نعالج ونساعد هذا الطالب في حل هذه المشكلة العلمية. عدا ذلك شخصيا لا أرى أي إيجابية في الدروس الخصوصية. نعم دكتور عبد المحسن. هو بالمقابل يعني، وهذه شريحة نادرة وقليلة، الطلبة المتفوقين بالمقابل الذين يعني لا تسع الحصة العادية لهم لتحقيق وإشباع تفوقهم، يمكن هذه شريحة بسيطة، لذلك أنا قد لا أعتبرها سبب، يمكن السبب الفائدة، عفوا ما لا أعتبرها فائدة كبيرة، الفائدة الرئيسية أنا أعتقد مثل ما تفضل الدكتور منصور يعني. نعم دكتور رشيد، هل هناك إضافة أستاذ عبد الله؟ والله أعتقد الطالب بفعل عاطى من نفسه يستطيع أنه يقيم نفسه أو أنه ينهض مستوى، لو بالفعل درس خصوصي لا يصنع من الطالب الضعيف طالب قوي، إنما هو مجرد علاج مخدر مؤقت أو مسكنات لموضوع لفترة معينة. نعم. وبعدين انتهى مفعوله. نعم دكتور رشيد الحمد، دعنا نتكلم إذن عن السلبيات كما تراها. طبعا واضح هو السلبيات، يعني السلبيات إذا جئنا إلى جانب المدرس الذي يقدم دروس الخصوصية مثل ما قلنا بقصد الاتجار، في هذه الحالة طبعا أنت أصبحت عندك سلبية عظيمة في مجال التدريس، أصبح هم الوحيد أن لا يعطي الدرس كما هو مطلوب منه في دوام العادي، وإنما هو فكرة مشغول معه ما بعد الدوام. نلاحظ بعض المدرسين في الحقيقة يسهر إلى يعني ساعات متأخرة بالليل، يلف على المنازل والبيوت، الناس بحاجة له لا شك، وهو أيضا قد يكون بحاجة أيضا إلى المادة، فيضطر أنه كل فكرة وكل وقته مع هذه الدروس، لكن تحضيره وعمله الأساسي في الفصل يعني كل هذا على حساب عمله الأساسي في الفصل، هذا الحقيقة من السلبيات. من السلبيات الأخرى هو اعتماد واتكال الطالب أولي الأمر على مثل هذه الدروس، وعدم حقيقة إعطاء وبذل الجهد في أنه ينهض بتنمية تفكير ابنه وأن يكون يعني يحقق أهداف وضعتها الدولة حقيقة، وضعتها الوزارة في عملية التربية.
هذه من السلبيات. تنتقل تنتقل مع دكتور الى مراحل اخرى ما بعد الثانوي مثلا في المعاهد او في الجامعات مثلا؟ طبعا لا شك هو من شب على شيء شاب عليه ويستمر العمليه هذه فممكن يتاثر في المستقبل يعني. نعم لما لان هناك غير موجود يمكن الدروس الخصوصيه في مجال مثلا ما بعد الثانويه العامه في بعض البلدان. دكتور هل هناك اضافه حول السلبيات؟ نعم طبعا بالاضافه على الطالب وذكر دكتور على المدرسين، انا اشوف المدرس سلبيه اخذها من جانب ثاني. المدرس نفسه لما يجد ان الطلاب ما يهتمون فيه في الصف يفقد الرغبه في العطاء الحقيقه. نفس المدرس تشوفه تحضيره مو بالشكل اللي المفروض يطلب، لانه لا يجد امام الطالب اللي يتفاعل معه. نعم. الإنسان لمن يجد، أنا كمدرس لمن أجد أمامي طلاب يتفاعلون معه أتشجع أن أحضر لهم أحسن، أعطيهم دروس أحسن. لكن لمن أجد مجموعة سلبية أمامي هكذا أسير أيضا معهم. فبذلك الطالب اللي يأخذ درس خصوصي يفقد المدرس أيضا، يسبب المدرس أن يفقد رغبته وثقته فيه. ما ننسى ولي الأمر، وللأمر الحقيقة في عدد كبير من أولياء الأمور وبضغط من أبنائهم يبتدئون العام الدراسي بالبحث عن مدرسين لدروس خصوصية، وكثير من عائلات اللي الحقيقة دخله متوسط ويضطرون أن يضحون في كثير من الأمور واللي يحتاجونها في بيوتهم على أساس يوفرون المادة لدروس الخصوصية. هالناحية هذه مهمة جدا، أن أنا لمن أقتر على نفسي فرضاً دخلي 100 دينار أخلي 50 دينار منهم وأضغط على نفسي لدروس الخصوصي عشان ولدي يحصل لدروس خصوصي، هاي مشكلة من مشاكل على ولي الأمر. ما ننسى المجتمع بشكل عام أيضاً في تأثير على المجتمع. مع الأسف الشديد أنا أيضاً وجدت أن في نوع من تأثير على المجتمع، يصير نوع من التباهي عند المجتمع صار. نعم. أن المجتمع يبتدي مع الأسف يعذرون الأمهات، الأمهات يتباهون أن أنا عندي ولدي عنده 3 مدرسين. نعم. الثانية تقول أنا عندي 4، الثالثة تقول أنا كل المواد. فلذلك يتباهون أن كل ولد عنده أكثر من الثاني دروس. هذه آفة اجتماعية طبعا. فبناء عليه في مشاكل على الطالب، على المدرس، على ولي الأمر، حتى على المجتمع. إذا فعلا نقدر في النهاية نقول أنه مشكلة حقيقية هي دروس الخصوصية. نعم. دكتور رشيد الحمد، الحقيقة ودنا نتكلم عن الآن الجزء الثالث من الموضوع هذا الحلقة هو الحلول. تتوقع ما هو دور الإدارة المدرسية وأولياء الأمور، أو يمكن أجلها للأستاذ عبد الله، هو دور وسائل الإعلام، وسائل الإعلام المختلفة، ما هي دورها في القضاء أو الحد؟ يمكن القضاء مثل ما قلت يمكن أصبح من المستحيل. نعم. ولكن خلينا نقول الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية. والله أنا باعتقادي يعني وسائل الإعلام هي يعني عنصر مساند لعملية الحد من الدروس الخصوصية، هو المعتمد الأساسي على طبعا المدرسة نفسها، إدارة المدرسة كما قلنا، ولي الأمر، عناصر اللي داخله في العملية التدريسية من معلم وإدارة مدرسة وغيرها. لكن دور يعني وسائل الإعلام أيضا مساند، ومن الممكن أن يكون له دور بمثل يعني إقامة مثل هذه الندوة أنا أعتقد، أو مثل هذا اللقاء يعني جيد يثير هذه المشكلة، ومن الممكن أن يفتح بعض الأفكار لتداول مثل هذه الأمور. هناك أيضا المقابلات مع أيضا طلاب، يعني أنا أميل إلى أن يكون هناك مقابلات مع طلاب من هذا النوع اللي يأخذون دروس خصوصية، وأولياء أمور الذين ايضا يعطون اولادهم دروس خصوصيه ومع مدرسين ان امكن، وان كنت اشك انه يعني المدرس ممكن يجي، لكن في مدرسين ممكن عنده الشجاعه انه يعني قد لا يكون هو من الناس المتاجرين، ولكنه يعني لسبب او لاخر يقدم درس خصوصي. يعني لما تعرض مثل هذه الامور في وسائل الاعلام سواء المقروءه، المرئيه، المسموعه، اعتقد انها راح تؤثر وتعطي جو من على الاقل مناقشه هذه الظاهره، التفكير فيها وليش موجوده، ليش يعني أنا أقصد من وسائل الإعلام يعني كثرة عرض مثل هذه الأشياء من الممكن أنها تقود إلى أنك يعني تقدم لها الحلول. نعم. فالوسائل الإعلام لها لا شك أثر كبير في هذا. نعم. دكتور عبد المحسن الخرافي، بالنسبة للمؤسسات التربوية ما هو دورها في الحد من المشكلة؟ بلا شك أنا أعتقد
أميل إلى دائما يعني منهجية ربط الحلول بالأسباب. فالمنطلق الأول هو إذا ركزنا على الأسباب التي ذكرت بمحاورها المختلفة ابتداء من الطالب ومرورا بالمعلم وانتهاءا إلى ولي الأمر والإدارة المدرسية، تبدأ تتضح معالم الحل من خلال الأسباب. أما فيما يتعلق بدور المؤسسات التربوية، وأنا أعتقد أنك تقصد هنا كليات إعداد المعلم، أنا أعتقد يعني بكونها ليست الطرف المباشر كما بينت في مرحلة التحليل. أنا عفوا قصدي أنا المؤسسة التربوية بكل أشكالها. نعم. يعني سواء المدرسة أو من ناحية إذا كان في أو وزارة نعم. التربية مثلا. أنا أعتقد أنه في البداية تشكيل وعي وتركيز الفعاليات التي تزيد من وعي المجتمع بهذه القضية. أنا أعتقد بعض الظواهر الصحية على سبيل المثال أخذت اليوم زخم من مؤسسات تربوية أكثر من الدروس الخصوصية. نعم. عادل، ونلاحظ أن بعض الظواهر يعني غير الدروس الخصوصية نجحت. أنا أعتقد المؤسسات التربوية بما أوجدته من زخم إعلامي وزخم ثقافي أنها تغطيها. فبالتالي أنا أعتقد أن من الأمور التي يمكن أن تبدأ فيها المؤسسة التربوية هي زيادة الوعي. اثنين، محاولة التكامل فيما بينها وبين الطالب الذي هو ضحية الدروس الخصوصية. ماذا ينبغي أن نعمل لكي نتكامل؟ مثلا مؤسسات المعلم من جهة، المدارس من جهة، الإدارة التربوية من جهة، وأنا أقصد ديوان الوزارة، مراكز البحوث، وهكذا كل الجهات الإدارية والأكاديمية والتربوية ماذا ينبغي أن تعمل من أجل التكامل لكي تحكم هذه التوعية وتوفر ما يتعلق بالجانب خلينا نقول التأميني، الجانب الأمان. الجانب التشريعي، احنا عندنا بعض الفراغ التشريعي إذا يعني كانت الظاهرة من حيث الرصد يعني وصلت إلى ما وصلت إليه بعض الدول، فأنا أعتقد نحن في حاجة إلى جانب تشريعي داخل الإدارة المدرسية وتسنه الإدارة التربوية لكي تعمل نوع من المحددات والضوابط لذلك. أنا أعتقد اقتراح مثل هذه الضوابط التشريعية على قدر حجم الظاهرة دور ضليع، ممكن الدور كبير عفوا ممكن تطلع عليه وتطلع فيه المؤسسات التربوية. دكتور منصور غلوم، يمكن أنا قبل لا أسألك أيضا كيفية معالجة هذه الظاهرة، ودي أعرف منك هل هناك مواد معينة الطالب يتجه لها بالنسبة للدروس الخصوصية؟ الحقيقة الدراسة فعلا بيّنت لي كالتالي: التربية الإسلامية، تصور حتى تربية إسلامية يأخذون دروس خصوص بس أشوى 1.5% نسبة كانت. اللغة العربية 6.2%، لاحظ اللغة الإنجليزية 14.5% من الطلاب العينة اللي أنا أخذتهم، بس شوف طالع الرياضيات 76.6%، بينما الفيزياء 55%، الكيمياء 45%، الأحياء 12%. لذلك لما ناخذ الجزء الأخير لاحظ أن الطلاب يشتركون في أكثر من مادة، يعني كل طالب يأخذ أكثر من مادة. هذا أولا. ثانيا أن المواد العلمية هي اللي تكالب عليها، فبداية في القمة الرياضيات، ثم الفيزياء، ثم الكيمياء، ثم الأحياء، ثم اللغات، اللغة الإنجليزية، اللغة الأجنبية، اللغة. لكن الحمد لله واحد يشكر ربه ان التربيه الاسلاميه واللغه العربيه الحمد لله ان عددهم قليل. دكتور، في وزاره التربيه هل انتم خذيتوا هذا الجانب، يعني دائما التركيز في الدروس الخصوصيه على المواد العلميه؟ انتم في وزاره التربيه للحد من مشكله اعطاء الدروس الخصوصيه او الحاجه الى الدروس الخصوصيه، هل هناك اجراء معين اتخذتوه مثلا؟ حاولتوا تعرفوا الاسباب بالنسبه لهذه المواد؟ هو الحقيقة طبعا دكتور رشيد معانا ويدري، بالنسبة للمناهج فعلا تم توحيد المناهج مع دول الخليج، وعندما يتم توحيد المناهج في عدد من الخبراء الحقيقة من كل دول الخليج ينظرون في المناهج الموحدة، وبناء عليه الآن مناهجنا من أول ابتدائي في الرياضيات والعلوم حتى تقريبا منتصف المرحلة الثانوية موحدة، وفي يصير لهم تقويم من خلال مركز الدكتور رشيد،
والخبراء المختلفين. أنا أصور الآن لو عملنا دراسة مرة أخرى ربما نجد نتائج أخرى غير النتائج اللي أنا وجدتها، وإن شاء الله إلى الأحسن. تتوقعون تقل النسبة دكتور؟ أنا شخصيا ما أدري، هذا توقع شخصي. نعم، إن الآن فعلا بالنسبة للرياضيات والعلوم بالذات يمكن النسبة تقل، وحسب ما لاحظت طبعا ما عمل دراسة ميدانية، لكن في آخر سنتين أو ثلاث سنوات وجدت أن التكالب أكثر في اللغات من اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية من المواد العلمية. دكتور رشيد، هل هناك إضافة حول هذا الموضوع؟ هل تتوقعون بعملية توحيد المناهج أو تغييرها في أن تقل عملية الدروس الخصوصية؟ والله والأمل في ذلك. يعني أنت لما تطور منهج مادة ما يعني تطمح أن تكون إلى الأفضل، فكونها كانت إلى الأفضل إذن. لكن أنا أعود مرة ثانية أقول أن أسلوب التدريس له دور كبير في الحقيقة، لأنه هو اللي حدد عملية التحصيل وقدرة تحصيل الطالب. نعم دكتور، يمكن ما تكلم في كيفية معالجة الظاهرة. معالجة الظاهرة أنا أوافق مع دكتور عبد المحسن أن لابد نعمل نوع من التوعية للطالب لولي الأمر. أنا أصور قطرين مهمين جدا، إذا قدر نقنعهم يا جماعة الدروس الخصوصية تقلب الموازين الاجتماعية، لأن الاجتماعية الأساسية الحقيقة. يعني الشخص اللي عنده واللي ما عنده، اللي عنده نواحل مادية هو اللي يوصل ياخذ له فرضا درجات، لأن مجرد ما ياخذ له المفاتيح مجرد ما يقدم الامتحان ما عنده شيء في ذهنه، انتهى. إذا صارت عنده نوع من الاتكالية وضعف. والآن مع الأسف الشديد لابد أن نذكر الشيء هذا، أن جامعة الكويت دراسات اللي قاعدة يعملوها بالنسبة للطلبة اللي يدخلون رسوبهم شديد جدا، وسبب أنا أعتقد دروس الخصوصية، لأن هؤلاء الطلاب يحصلون على درجة مرتفعة ليس من خلال الفهم، ليس من خلال إدراك المادة، ليس من خلال إدراك وتنمية فكرهم، إنما من خلال دروس خصوصية. لما يروحون الجامعة هناك الحديدة الصحيحة الحامية، فبناء عليه نشوفه مع الأسف الشديد يرسبون. هالنقطة هذه لابد أن نعمل لها توعية والأمر مستقبل الولد. طبعا مو في فقط المرحلة الثانوية، مستقبل الطالب أنه يستطيع أن ينمي نفسه ويبني ناحية علمية فكرية ذهنية عنده حتى يوم يوصل الجامعة أيضا يقدر يسير في دراسته. لكن مع الأسف الشديد اللي عندهم أربع نقاط مثل ما ذكر أستاذ عبد الله في مقررات، نجدهم يرسبون في فصل الدراسة الثاني وفصل الدراسة الثالث في جامعة الكويت. هذا معناه مؤشر واضح أن الأربعة نقاط لم تكن أربع نقاط حقيقية. فلا بد أن نعمل. أنا أكد على ما ذكر أخي دكتور عبد المحسن أن التوعية مهمة جدا من خلال مجالات وقنوات مختلفة. يا ولي الأمر يا الطالب، أحسن لك أن تترك هذه الآفة. إذا هناك أي إضافة دكتور منصور؟ أنا بس أقول إن نسينا متخذ القرار. نعم. من الأمور اللي فعلا سلبية، من السلبيات تأثير على متخذ القرار في وزارة التربية من الدروس الخصوصية. متخذ القرار يقضي جزء من وقته الحقيقة للبحث عن علاج لهذه المشكلة، فإذا بدل ما إنه يحط كل وقته وجهده وتفكيره في تنمية وتطوير العملية التربوية، يدور له يفكر كيف إنه يعالج هذه المشكلة. هاي جزء من وقت متخذ القرار يضيع، فيأثر دروس القرار تأثر على أيضا متخذ القرار. وكثير من الفنيين اللي في مراكز البحوث اللي مفروض يعملوا لنا دراسات لتطوير أعمالنا التربوية أيضا يضطرون إنه مشغولون في دروس الخصوصية، وهذا أيضا هذولا في تأثير سلبي عليهم من الدكتور عبد المحسن. وإذا تسمح لي أركز يعني على دور ولي الأمر، يمكن تفضل أستاذ عبد الله في نهاية حديثه عن دليل ولي الأمر. أنا أعلم أنها فكرة قديمة في وزارة التربية، فكنا نشارك كلنا أعتقد شاركنا في لجان تطوير المناهج، وكان تطوير كتاب النشاط وكتاب المعلم والكتاب المدرسي كثلاث أدوات تعليمية هو الشغل الشاغل إلى اليوم. أعتقد الأداة الرابعة واللي طالما كانت تطرح هي دليل ولي الأمر. أنا أركز عليه لأن في الأسباب قلنا ولي الأمر له دور، وهو متخذ القرار فعليا الذي سيستجيب لابنه أو بنته أو لا يستجيب.
لأن الابن الوحدة لا يستطيع أن يتخذ قرار أنه بيجيب مدرس خصوصي ما لم يوافق ولي الأمر. أيضا ولي الأمر المفروض يكون له دور خارج المدرسة، يعني قبل لا يحتاج ابنه، وهو أن يحاول يدرسه ويحاول يعلمه. نرشد الدروس الخصوصية لو كانت فرض، بمعنى بدال لا يستخدم ظاهرة الدروس الخصوصية لكل المواد، يستخدمها لأي مادة وما هي أولوياته. فأنا أعتقد إحنا في حاجة ماسة إلى تنويع التوجيهات وجوانب التوعية لولي الأمر، شلون يدرس ابنه فبالتالي ما تنشأ المشكلة، إذا نشأت المشكلة مرغما شلون يحد منها وشلون يرشدها ويستخدمها وقتيا، وأنا أعتقد مو عيب إذا استخدمناها بشكل مرحلي محدد. ويا ليت هذه الفكرة ترى النور، وأنا أعتقد من مرئياتي أن وزارة التربية خصوصا بعد التحرير قد شكلت اللجان الكثيرة للتصدي لكل الظواهر التي ترى أنها مهمة. أنا أعتقد حان الوقت إن لم تكن قد شكلت لجنة أن تشكل لجنة وهي لا تقل أهمية ظاهرة الدروس الخصوصية عن كل هذه اللجان التي شكل لها لجان. فإن كنا نتكلم عن التطوير هذا جزء من التطوير، بل هذا اللي يؤثر على التطوير ويعيق التطوير، فبالتالي هو جزء لا يتجزأ من التطوير وهو من مقتضيات التطوير. نعم دكتور رشيد الحمد. والله أنا أحب أركز على أعطاء المدرس في الفصل حقيقة، يعني حتى نحد شوية من يعني رجوع الطالب إلى أن يأخذ حصص خارج الفصل. من الممكن أن تبذل الوزارة جهد كبير، يعني أعود إلى تكثيف الحقيقة التوجيه، يعني يمكن التوجيه التربوي قد يعاني الآن من نوعا ما من قلة في العدد أو شيء من النوع، أو يعني أعتقد أن التوجيه يجب أن يكون له أثر على المدرس وكيفية أدائه في الفصل، بحيث أنه يؤدي دوره يعني مثل ما هو مطلوب منه. حتى من الممكن أن يعني لا يلجأ الطالب إلى أن يحتاج. هذا جانب. الجانب الثاني قضية أيضا ذكرت قبل قليل يمكن تكلم فيها الأخ أبو أنور، اللي هو يعني متابعة الطلاب الضعاف أو الطلاب المحتاجين، أي أو تفريد، يعني خلينا نقول اللي عملية تفريد التعليم. تفريد التعليم بحيث أني أعطي لكل طالب حقه، كل واحد حسب قدرته. ويمكن هذا يعني يقودنا إلى قضية يعني كثافات الفصول وكيفية الحقيقة أنها تكون أقل، حتى من الممكن أنك تعطي لكل طالب يعني الجرعة المطلوبة منك أو الجرعة اللي هو يتطلبها من المدرس. يعني أنا قاعد يعني أتكلم عن داخل الفصل وما يدور داخل الفصل حقيقة، الاهتمام فيه بشكل أكثر. الحقيقة عزيزي المشاهد انتهت حلقة هذا الأسبوع من قضايا تربوية. لم يتبقى إلا أن أتقدم بجزيل الشكر إلى الدكتور منصور أغلوم الوكيل المساعد للتنمية التربوية، شكرا دكتور. أيضا كل الشكر للدكتور عبد المحسن الخرافي عميد كلية التربية الأساسية، شكرا دكتور. شكرا. أيضا الشكر والتقدير للدكتور رشيد الحمد مدير المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج العربية، شكرا دكتور. وشكر للأستاذ عبد الله إسماعيل مدير ثانوية كيفان للمقررات. وكل شكر لك عزيزي المشاهد. هذه التحيات من إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي بوزارة التربية. نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله. إلى اللقاء. Thank you.